أنا أختك. كنت في الجوار وفكرت في أن أمر عليك لألقي نظرة على سجلك الضريبي. إن هذا الفيلم ممل. من يكون هذا البطل؟ مان عضه إنسان فاكتسب قوى كل إنسان. نعم هذا ممل. سأمنح دار السينما نجم. مهلاً، لسنا نحن من أنتج الفيلم. قمت بعرضه. كان عليكم إنشاء قسم إيضاح الجودة قبل أن تضيعوا منا ساعتين. الإعلانات. 4 ساعات. حسناً، دقيقة واحدة. كانت مباراة رائعة. نحن في طريقنا إلى نهائيات الولاية. ماذا كان ذلك؟ لم أتوقع أن ينتهي بهما المطاف وهكذا. كانا مختلفين من كل النواحي. كانا ذات الشخص حرفياً. 5 نجوم. أنت نجمة واحدة. دود، لا يمكنك تقييم توبايس، فهو ليس متجراً. لاري، صمم لنا موقعاً إلكترونياً. هذا متجر للأحذية. متجر بخدمة سيئة في تصميم المواقع. لاري، ارفع لي حاجبي. في الحال. أصبح جاهزاً. ممتاز. تم تقييمي؟ نجمة واحدة؟ صغير ومكعبر نجمة. أنت! ذوقه مضحك في الملابس كما أنه مرتبك. أنت! أنا من صبغ هذه الربطة. أم أنني ربطت هذه الصبغة؟ الشمس حامية جداً. نجمة واحدة؟ لا تقيم المجموعات الشمسية القريبة. تقيمني بنجمة واحدة؟ لكنني نجمة واحدة. المدير براون، ما بك؟ نلت تقييماً سيئاً على الإنترنت. نجمة واحدة؟ لا، بل 3 نجوم، لكن أخطائي الإملائية كثيرة ما جعل المجلس يطردني. هذا سيء يا جامبول. يستخدم الآخرون موقعنا لتقييم كل شيء. ما الخطأ في ذلك؟ أعتقد أن المقيمين باتوا مقيمين. جملة مبتذلة نجمتان. ماذا بكما؟ لما لا تريدان مساعدتي؟ آسف، لا يمكننا المخاطرة. آخر تقييم لنا، كان ينتقدنا بشدة في كل شيء. فهل علي الاستلقاء هكذا؟ مريضة مزعجة جدا. نجمة واحدة. حدث ممل. نجمة واحدة. دود، هيا افعل شيئا بشأن النمل الأبيض الذي يأكل منزلي. لن أخاطر بالمزيد من التقييمات السيئة. وجود النمل الأبيض قوي على الإنترنت. على الأقل سننام في السيارة. على الأقل ما زالت زوجتي الحبيبة معي. هذا ليس عدلاً. ما الذي يجري؟ أبي؟ ماذا يجري؟ قال البعث في المتجر إن صلعان لا يحتاجون إلى أمشاط. فقيمتهم بنجمة واحدة. فقيموني بنجمة واحدة. ماذا إن فقدت نجمتي الوحيدة؟ ما الذي سيقوله الناس الذين لا يعرفونني؟ أبي، آراء الناس عني غير مهمة. رأيك هو المهم. لا تفعل شيئاً. إن لم يفعل المرء شيئاً لن يرتكب أخطاءً ولن ينال تقييمات سيئة. أعتقد إن لم يتحرك أحد لن يحدث مكروه، صحيح؟ سائق سيء. سريع جداً. بطيء جداً. صوتك مزعج نجمة. تتكلم أثناء القيادة نجمة واحدة. أيها الشرطي، افعل شيئاً. لا، لدي نجمتان. وإن نلت تقييماً سيئاً آخر ستنزل مرتبتي إلى شرط مرور، وحينها سيتعين علي فعل شيء. وجدتها أنشأنا الموقع لمنح تقييمات سيئة، وهذا جمد الجميع. إذا منحنا الموقع تقييماً سيئاً سوف يتجمد. كثير من الكلمات للتعبير عن فكرة بسيطة. قطعتني نجمة واحدة. كولونيا سيئة. واقعة نجمة واحدة. لاري. ماذا الآن؟ أنت الوحيد ذو تقييم جيد. امنح الموقع تقييماً سيئاً. طبعاً، في الحال. مهلاً، لحظة، سوف أفعل ذلك بشرط واحد. شبك لبك. على أحدهم أن يعترف بأنه أصلع. طبعاً، أتفهم ذلك. هيا يا داروين، قل إنك أصلع. ماذا؟ لست أصلع. لدي في رأسي زعارف رائعة. كفى. أنت محق. جامبول، قل له. أنت الأصلع.